مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. موضوعاتنا المتنوعة في بداية الحلقة هنبدأها بمواجهة الدجل والشعوذة وما يعتقده البعض بأنه بمثابة علاج، وكأنه بقى علينا أن نلغي الطب ونلغي العلم ونلغي العقل. نفس القصة بتشوفوها في مشاهد كثيرة ومتنوعة، هنشوفها في تحقيقات مختلفة. حكاية البقرة اللي لبنها بيشفي المرضى والناس يتجهون إليها من كل المحافظات ومن كل الأماكن للعلاج من أمراض مختلفة. العلاج عند الطب وعند العلم وعند العقل لا يمكن أبدا أن يكون باللجوء لوسائل يعتقد البعض أنها شافية، ويعتقد البعض بأنها هي اللي بتشفي أبنائهم. طبعا هيلاقولها بعض التفسيرات، وسيجدون مدافعين لهذه الظواهر، مدافعين إلى حد يعني القتال واتهام كل من يختلف معهم بأنه أنت عاوز تناقض المعجزات. يعني الله سبحانه وتعالى يعني أمد هذه البقرة بالبركة الشديدة اللي بتعالج فيها المرضى. هل ممكن إن احنا نلغي الطب ونلغي العلم ونلغي العقل ونلجأ إلى هذه الوسائل ونجد الناس؟ طبعا هو طبعا اللبن بياخدوه مجانا، لكن هتلاقوا في ناس تقطع مسافات طويلة، بالإضافة إنه لا تذهب للأطباء، وهتسمعوا إنه رحنا الأطباء وما تعالجناش، وكأن العلاج بهذه الوسائل اللي لا يجب ان احنا نعالجها بإهانة الناس او بالاستخفاف بيهم، لا، بالذهاب اليهم واقناعهم دينيا وعلميا وطبيا. هنا بمحافظة البحيرة نرصد مشهد البقرة المبروكة بكل ما أثير حولها من جدل، فهل هي معجزة خارقة أم خزعبلات وأوهام؟ جاي النهاردة عشان نكمل الوجبة بتاعت لي، 3 وجبات، خدت 2 فاضل واحدة. عندي بنت 5 سنين ما بتتكلمش، نطقت على ربنا الحمد لله عليهم، على يد ربنا وعليهم، وأنا رجلي ما كنتش بمشي دلوقتي بمشي، بقيت جاية ماشية مش جاية ركبي، وأنا مش هنمشي لما ناخد وجبتي التالتة. ما بياخدوش مننا فلوس، اللي بياخدوا مننا حاجة، ده حاجة من عند ربنا وبيدانا لله. أنا أول يوم أجي النهاردة عشان عندي السكر وتعبانة وظهري تعبني ووركي، وما بياخدوش مننا فلوس. بتاخدي ما كانتش بتتكلم خالص، جت خدت الجرعة اللبن دي 3 نجوم، اتكلمت فتحركت ماشي. فأنا اتصلت بجماعة قرايبي، ابنهم تعبان زي ما أنتوا شايفين كده، جه متقشم في مين؟ في ربنا سبحانه الله وتعالى، وش الواد اللبن عشان الراجل دي، عشان الواد دي اتكلم، فلسه أول نوبة ياخد الجرعة بتاعت النهاردة. مواصلتين لحد ما جينا لحد هنا، وانا عملت 3 عمليات في ركبتي ديت، ما في حتى في اسكندريه ما صحتش. فسمعنا برضك ان في حاجه لله كده، قلنا نيجي برضك اهو، احنا بنصلبه على القشاي وباخد علاج اعصاب، لما معدتي ما عدتش بعرف اكل حاجه من كتر التعب اللي الاحصاء متعشمه. من عند الله، والله من عند الله، عشان احنا شفنا وقالوا بقوا كويسين وكده، فاحنا بنقول اهو يا رب. مين اللي حدد لك ان انت لازم تاخد 3 جرعات؟ هم هنا هم ما حدش حدد، هم خدوها كده سنه لاهالي، يعني ايه الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيشرب 3 مرات غير اللبن، ايه عدد فردي فبيصحى يعني بيشفى اكتر. يعني كانت المفاجاه التي فجرها لنا مالك البقره المبروكه. اللبن دي بقول للناس ما بيشفيش، ومنحت اللبن جم هددوني بالضرب، يا ام من اللبن دي توزعوني، يا ام ما ماشيين من قدام بيت. قلت له علقت ورقه ان انا العجل بحته، ما صدقوه، مسكوا الورقه قطعوه. جيت قلت لهم يا جماعه اللبن ده مي، ما صدقوني. يقول لك انت مالك ليك مي، مي سم، احنا هناخدوه. بهدلوه بيته، ولا عارف ياكل ولا يشرب ولا اي حاجه. فعلا اللبن ده احنا اللي بنقوله، ما بياخدش من اي حد ولا تعريف، وانا خدت منه بدل مره 2 و3، والحمد لله اتعافيت، وفي ناس خدوه واتعافوا. سالتهم انا بنفسي، انا كان ظهري وركي ما مش طايقه، الحمد لله ربنا عافاني بيه من اول مره. يكشف لنا سر البقره المبروكه علميا عميد كليه الطب البيطري بمحافظه البحيره. يا جماعه اقول لهم ده لبن مي، مش عايزك تيجي، انا هبعت لك بكره لجنه عندي من الكليه، ان شاء الله هتاخد عينه كامله من اللبن ومن الدم
وهباكد لك ان ده اضطرابات هرمونات. ده ساعات بيحصل، ساعات بيجي جسم صغير كده اسمه الجسم الابيض على 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 المبيض ماشي، اللي هو المسؤول عن انها تستجف الصروفه. ساعات الجسم ده بيحصل فيه زي نوع من انواع الورم او السرطان، فبيبدا يطلع هرمونات. الهرمونات ديت نوع من الهرمونات، هرمون البروجستيرون وهرمون الاستروجين، بيبدا يكون الذره من غير بما تحمل خالص، من غير حمل خالص. وده طبيعي، وده شفناه كتير جدا جدا. قلت انا جاهل ولا الله يرضى عليك يا حاج. وده الكلام طبعا ان حكايه تشفى وتشفتها طبعا ده مش موضوع، ما انا بقول لحضرتك. هذا هو حال البسطاء ممن انقطعت بهم السبل وفقدوا الامل في علاج الاطباء. شيماء ابو المكارم، 10 مساء. خلينا نناقش القضية مع أصحابها. ست أميرة حمودة، ست أميرة أهلا بيكي. أهلا بيكي، سمعني؟ سمع حضرتك يا زوان. قولي لي بقى، أنت بتتعالجي يعني إيه اللي أقنعك إنه لبن البقرة دي؟ أنت كان عندك إيه الأول، بتعاني من إيه؟ كان عندي تكيسات أميبيا على جدار المعدة. تكيفات أميبيا على جدار المعدة دايما كانت بتخليني مش بعرف اكل، مش بعرف اشرب، اي اكل باكله كان دايما ما بيدخلش معدتي، ما بيكملش في معدتي 5 دقايق وكان دايما بيخرج تاني. وبعدين عرفت ان عم محمد عنده بقرة، البقرة دي قالوا ان هي البقرة بكر وجابت لبن، فروحت شفت ناس قالوا لي روحي حاولي انك تاخدي من اللبن وتشربي منه وجربي زي ما الناس ما بتجرب. رحت طلبت من عم محمد اخد منه شويه لبن، فعلا اداني شويه لبن كميه على قد كوبايه، شربت منها مرتين، رحت مرتين شربت منها مرتين. بعد ما اخدتهم مرتين اكياس الاميبيا نزلت في المره الثانيه بالليل، اكياس الاميبيا نزلت معايا، نزلت خالص. بعد ما الطب ما حاولت مع كذا دكتور، حوالي 4 دكاترة أو 5 دكاترة والعلاج، وكنت باخد العلاج وما كانش بيأثر معايا خالص، اللبن بتاع البقرة فعلا يعني في ناس قالوا لي ده مية، لا مش مية، لا طعمه لبن، بس هو اللبن طعمه مسكر شوية، ولما شربت اللبن لبن. بعدها بفترة حسيت ان انا اتحسنت، انا اخدتها على مدار اسبوع يعني مرتين في الاسبوع. لا حسيت ان انت اتحسنتي ولا اتحسنتي فعلا؟ ما جايز تتوهمين الشفاء. اول مره حسيت ان انا اتحسنت، اول ما اخدت حسيت بتحسن. لما حسيت بتحسن رحت تاني وطلبت من عم محمد اللبن، وعم محمد اداني اللبن تاني مره. لما اخدت اللبن واخدت منه كميه اكبر، خدت منه ازازه لبن ليا ولوالدتي عشان والدتي برضو تجربها. لما شربت في المره الثانيه اكياس الاميبيا نزلت، اللي ما كانتش بتنزل خالص اكياس الاميبيا نزلت. دلوقتي بقيت باكل طبيعي، ما فيش الاكل في معدتي، ما فيش اي مشكله، الهضم سهل جدا، ما فيش اي حاجه عندي خالص. استاذه اميره، انت اتعلمتي لغايه ايه؟ انت موظفه ولا بتشتغلي ايه؟ لا انا طالبه جامعيه بكالوريوس تربيه. يعني انت طالبه جامعيه بكالوريوس تربيه؟ بكالوريوس تربيه. ما هو علشان مع حضرتك ازاي ما انا خليني بس اناقشك، يعني هل احنا نلغي العلم والطب، ما نلغي بقى كليات الطب ونلغي العلم، هل ممكن ان يكون العلاج بهذا الشكل؟ ما هو يا استاذ وائل الطب فشل معايا، يعني الطب حاولت بالطب، اخدت حقن، اخدت امبولات هي الحقن، اخدت ادويه شرب، اخدت حبوب، اتعالجت عند 4 دكاتره، عملت تحليلات كتير عندي، رحت عملت اشعه مقطعيه على جدار المعده، ومع ذلك اكياس الاميبيا كانت بترفض انها تنزل، ما كانتش بتنزل. لما ابتعدت قلت اروح لواحد، يعني دماغي وصلتني ان اروح حتى لواحد دجال، واحد شيخ، ان ممكن يكون حاجه دي بسبب حاجه يكون فيها دغل وشعوذه. لما جيت افكر ان اروح لواحد شيخ، واحد نصحني وقال لي روحي لعم محمد وجربي انك تشربي اللبن ده. وانت منين اصلا البقره دي؟ على بعد قد ايه منك؟ على بعد حوالي 10 كيلو بالظبط. يعني انت في بلد تانية ولكن سمعتي عن هذه البقرة وهذه القرية وذهبتي اليها؟ يعني البلد قريبة من البلد لاننا احنا في نفس المركز واحد. طب خليكي معايا كده، هسأل دكتور هشام الخياط استاذ الكبد والجهاز الهضمي. يا دكتور هشام اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، واهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعوا حضرتك. دكتور هشام، احنا يعني في قبل كده في حالات مماثلة يعني ناقشنا يعني قضايا مشابهة أيضا، اللي سمعته وأميرة طالبة جامعية وبتقول
أنا الطب فشل معايا، العلاج العلمي والطبي فشل معايا، اللبن البقرة عالجها، هل ده صحيح ولا نعمل إيه؟ ده كلام فارغ يا أستاذ وائل، وللأسف الناس للأسف بتصدق أي حاجة. اولا احنا فاكر حضرتك كان في جدال وكنا اتكلمنا على بول الابل ولبن الابل واللي كان في مرسى مطروح والمهازل التي كانت تحدث علشان علاج فيروس سي، وبعدين البقرة اللي هي برضو كانت مباركة بتاعت المينيا، وكنت الراجل انا لو حضرتك فاكر قلت له على الهوى انا هسجنك لو قعدت تقول الكلام الفارغ. المرة دي الراجل اعترف ان هو صاحب البقرة، قال لك ده لبن عادي وانا ما، والراجل قال لا ده ما بيشفيش. بس المرضى هم اللي بيعتدوا عليه وبيقولوا له لو ما جبتلناش اللبن مش هنسيبك يعني. يا استاذ وائل دول ناس مهيبين للاسف. اولا هي طبعا تفسيرها سهل قوي، يعني انت عارف حضرتك في بعض الانسات ما بيتجوزوش وساعات بيبقى فيه لبن من الثدي بسبب هرمون البرولاكتين، وده معروف شوية بيحصل ورم بسيط قوي في الغدة النخامية ويعمل الكلام ده. في بعض الأدوية بتعمل بتزود اللبن وبتعمل برولاكتين حتى في الناس اللي ما اتجوزتش. يعني مش عايزين نخوض في هذه التجربة، لكن أنا عايز أميرة ذات نفسها، لأن أميرة بتقول كلام مش طبي. أنا عايز أناقشها. هو الحقيقة هي أكياس الأميبة دي لا تصيب المعدة، أكياس الأميبة دي بتصيب القولون وتعمل التهابات في القولون وتعمل إسهال وتعمل ساعات مخاط وساعات دم في البراز، وعلاجها سهل جدا جدا وليس بهذه الصعوبة. ده من أسهل الحاجات اللي بيعالجها طالب الامتياز. الفكرة إن هي بتقول إن هي أكياس موجودة في المعدة، وده كلام عاري تماما من الصحة عشان ما نقولش للمشاهد حاجات مش مظبوطة، وبتقول ان كان علاجها ان هي تنزلها. لا، الاكياس الاميبة لما تنزل يبقى ده مرض مزمن وليس علاج. العلاج هو ان نذهب او نشفي الاكياس اللي موجودة في البراز او الطور النشط. فهي بتقول كلام مش طبي. طب هي بتقول النتيجة النهائية انها خفت. خفت ازاي؟ على انه رخيص. هو انا عايز اقول لها هو في حاجة اسمها، وهي عارفة كويس قوي ان في حاجة العلاج بالايحاء. لو انا جيت قلت لحد كده مجموعة من المرضى حتى لو عندي في العيادة انا عندي العلاج ده بيشفي من كل حاجة، وجبت اتنين تلاتة من بره العيادة ما خدوش العلاج ده ودجلوا عليهم وقالوا لهم كلام فارغ ان ده العلاج ده احسن علاج في الدنيا والعلاج ده خفف مئات البشر، هياخدوه ويحسوا يا أستاذ وائل إن هم خفوا بالإيحاء. ده إحنا عندنا دائما أبدا لما بنجري دراسة طبية على دواء بنحط من ضمن الحاجات إن في بعض المرضى ما تاخدش هذا الدواء، تاخد حاجة اسمها بلاسيبو أو إيحاء، دواء يوحي إنه شكل الدواء الأساسي ولكنه ليس فيه نفس المادة. طيب أنت قبل ما اسمع تعليق أميرة، أنت بتشوف الكلام ده خطر يا دكتور هشام لأنه بينتشر بشكل كبير وفعلا الناس بتستعيد عنه بتستعيد به عن الطب والعلم والعقل؟ يعني ده للأسف، ده مش بس ده، هو المشكلة إن ده خطر خطورة شديدة زي إدمان أي حاجة. يعني ده من الحاجات اللي دلوقتي أنا شايفها في البلد منتشرة كالهشيم، اللي هو الطريقة اللي الواحد يبقى مدمن الخزعبلات، الدجل، يروح مش عارف لشيخ يقراله إيه ومش عارف حاجة تانية يعمل إيه، كل ده دجل وغيبيات. والغريب إن أنا زعلان إن واحدة زي أميرة بهذا العلم طالبة في الجامعة تؤمن بهذه الخرافات. طيب أميرة، عشان أنت يعني طالبة جامعية وبكالوريوس تربية، يعني بعد شوية هتبقي مدرسة، يعني هتعلمي أجيالا يعني نشأ وأطفال وتلاميذ، فإزاي تصلي إلى هذه القناعة إنه لبن البقرة بيشفي والطب ما بيعالجش؟ يا أستاذ وائل، أنا رحت الأربع دكاترة. أولا أنا مش دكتورة علشان أعرف اللي عندي الأكياس الأميبة دي بتكون في جدار المعدة ولا بتكون في القولون. أنا دائما كان عندي أنا عندي قولون عصبي، دائما بطني كانت بتكون منتفخة، دائما كنت باكل الأكل وعلى طول ملك تويت.
الميه ذات نفسها كنت دايما برضو ملك، وكان دايما الدكتور يقول لي عندك تعفن على جدار المعده، وده كان بيقول ان هي اكياس انيده، مش غلطتي انا، دي غلطه الدكتور اللي قال لي كده، شرح الدكتور اللي قال لي كده. انا اخدت ادويه كتير ما نفعتش مع الادويه، كنت باخد الدواء والدواء بيحسنني، بعد شويه احس بحرقان في معدتي، والدكتور اللي مع حضرتك دلوقتي هيقول لك ان اللي بيحصل لي ده هو عارف تشخيصه ايه، هو يمكن ادرى تشخيصه مش انا اللي ادرى تشخيصه. كنت دايما باخد الدواء شويه يهديني، بس بعد كده اي اكل اي اكل احس بحرقان في معدتي. لكن اللبن البقره ده خففك؟ انا جربته على مرتين تمام. المره الاولانيه حسيت بتحسن بعد ما شربته، انا كل اللي شربته كوبايه لبن صغيره حسيت بتحسن بعد ما. طيب انا ما هو ده اللي بقوله الدكتور هشام، ده العلاج بالايحاء، لو انا قلت لاي حد خد الميه دي كده هتبقى كويس جدا وهتبقى زي الحصان، لما هساله بعد ساعه هيقول لي اه ده انا بقيت كويس جدا. يا استاذ وائل، ما هو ممكن برضو عن طريق الادويه اللي كانوا بيديهاني الميثيليوم والادويه اللي انا كنت باخدها برضو كان ممكن الدكتور يقول لي خديها ودي هتخففك، وكنت هتعالج بيها برضو بالايحاء. طيب خلينا اسال اذا كان صاحب البقره نفسه بيتخانق معاكوا. عم محمد فوده، يا عم محمد اهلا بيك. عم محمد، عم محمد سامعني؟ عم محمد وطي التلفزيون. اهلا يا باشا، اهلا بيك. وطي سامعني كويس؟ ايه يا عم محمد دلوقتي انت صاحب البقر ايوه انا سامعك. انا سامعك بتتخانق مع الناس وبتقول لهم ابعدوا بقى عننا اللبن ده ما بيشفيش. ايوه باش انا ببعد الناس عن بيتي يا باش، انا لا دجاء. سامعك يا عم محمد كمل. انا نصاب، انا ببعد الناس عن بيتي، انا راجل ساكن في ارض زراعيه، والناس والناس بتتهجم عليا في البيت، وعن طريق مين؟ عن طريق مين يا باشا؟ عن طريق الدكتور البيطري، شربوا الدكتور البيطري شرب يا باشا، الدكتور البيطري شرب اللي هو الدكتور عبيد شرب، دكتور الصحه شرب، اللي متوظفين في الصحه شربوا، وجم قالوا للعالم ده لبن بيشفي. انا مش دجاج، انا ببعد الناس عن بيتي. والدكتور اللي جه البارح وقال ده انا دكتور جامعي خلوه ماشي وشربوا، يبقى بساله بقول له انت يعني الدكاتره البيطريين ارميه، قال لي لا اللبن ده اشربه. يعني الدكاترة البيطريين نفسهم كمان بيقولوا للناس اللبن ده بيشفي، وبقوا ياخدوا كوبايات يقولوا ده للحج، واللي يقول ده لوالدي. طيب انت بتقول يقولوا له ده بيشفي، ومن ضمن الدكتور اسمه حسن زغلول جاب لي اتنين معاه وقال لي والنبي تدي الجماعه دول. والدكتور الصحة طيب الدكتور حسن زغلول معانا، خدوا مني خمس تحاليل على عزم ان يحللوا، والتحليل سرنجي بقوا ياخدوا الدفعه اربع مراتين. وهي هي ايه اللي خلى الناس قناعه انه اللبن ده بيشفي؟ البقره دي بتاعتك انت، ايه اللي وصل لهم انه اللبن ده بيشفي يا عم محمد؟ ايوه بس الدكاترة البيطرية، الدكاترة البيطرية الدكتور البيطري اكتشف العجلة لما لقاها عندي. نعم يا باشا، لكن انت مقتنع انه اللبن ده عادي ما لا بيشفي ولا حاجة؟ لما اكتشفوا العجلة وشافوا اللبن وقعدوا في القهاوي ونشروها على النت، لكن انت صاحبها وبتقول اللبن ده عادي ولا بيشفي؟ انا بقول ده عادي ولا انت عايز تخلص من وش الناس؟ ولا بقول يا باشا ما انا زجاج يا باشا، انا مبسوط والحمد لله. طيب وانت حتى الساعه 3 بالليل والساعه 2 بالليل يجوا يهددوني ببيته ويقول لك يا تدينا لبن هنعمله انقلاب قدامك هنا، وخش ناس تسموت وتجي راقبك. وانت الوقت يعني ده انت لو خدت فلوس يا عم محمد تبقى مليونير. انت لو خدت فلوس
بس طبعا انا ما بقولكش كده عشان تاخد فلوس يعني، لانه الحقيقه احنا لازم نواجه هذه الظاهره. يا باشا ما يلزمنيش فلوس، ما يلزمنيش لدرجه علقت ورقه العجل، لدرجه يا باشا علقت ورقه العجل بحتين. دكتور بيقول لهم ان ده سمعت عن النادي بتاع الزمان. سمعتوا عن ايه؟ والدكتور المصر المتعلي بقول لهم ده شعوذه، ده هتسمع النادي بتاع مصر. انا لا شعوذي ولا غيره، انا ببعد ناس عن بيتي. وهم كلهم سالوه اللبن ده بيشفي. طيب خليني اخد بس الاستاذ سيد نعمه الله ايضا ذهب للعلاج من لبن البقر. يا استاذ سيد اهلا بيك. ايوه يا عم سيد. نعم. كان عندك ايه بتشكي من ايه؟ انا كان عندي القولون والالتهابات واللي فم المعده على طول دايما كان حارجني ومش قادر يعني. المهم كنت بناخد ايه فوار وبتاع، فما ارتحتش بغير اطلع 5 سنين شغال باخد ادويه للقولون وفم المعده دايما حارجني. مين اللي قال لك بقى ان اللبن لبن البقر ده بيشفي؟ لا انا سمعت من العالم في بقر عجله بقر عجله بقر. انا رحت شفت العجله حقيقي يعني، ورحت شفت العجله من عند عمك محمد من الكفر الفريح مننا هنا. فقال لي تعالى بكره عشان ما فيش النهارده. رحت جبت اداني سرنجه وقال لي كل تالت تيجي بكره وبعد لازم تاخد 3 مرات منه. فرحت جبت ايه ليا، قلت اخد ليا الاول الشفاء من عند الله. تمام. وخدت 3 مرات؟ وخدت 3 مرات، وبعد 3 مرات ارتحت في كل يعني الحمد لله. فم المعده عندي ما فيش اي حاجه، حرجات ما فيش حرجات. ارتحت ولا انت لا. متوهم ده يا لا 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 لا, لا مش وهم، لا مش وهم، اقسم بالله ما هو. يا دكتور هشام الراجل ارتاح اهو خف. ما هو اللبن يا استاذ وائل الكلاين، فممكن وانت بتاخده يعمل اللي عنده ارتجاع في المريء او اللي عنده حموضه عاليه بيقل الالم بعد ما ياخد اللبن. ومعروف ان اللبن لما بيتاخد في الناس اللي عندهم حموضه شويه او عنده الم في المعده بيرتاح، وخاصه لو كان اللبن ساقع. لكن المشكله ما بعد هذا ان اللبن بيرفع حاجه اسمها لانه موجود كالسيوم، فالكالسيوم ده بيزود الحمض بعد كده ويحس بعد كده بالالم مره تانية. وعلى فكره في ادويه كتيره قوي عباره عن زي اللبن كده، بتبقى زي ادويه زي المالوكس والكلام ده، لما بتتاخد بتدي احساس بالراحه في البدايه. لكن المهم نتابع الاستاذ دون فتره ونشوف هنلاقيه بينتكس مره تلو الاخرى، ولازم ياخد ادويه اللي بنسميها مثبطات البروتون. هو طبعا الكلام اللي هو بيقوله دون عاري تماما من اي صحه، ده علاج عارف حضرتك نقدر نقول زي الاسبرين لما الواحد يكون عنده صداع كده ياخده وما يعالجش سبب الصداع. فده مختلف عن اميره، ده حاجه واميره حاجه تانية. اميره اللي عندها الاكياس دي اللبن عمره ما هيعالج اكياس، الناس دي كلها متوهمه ان دي مغيبه تماما تماما. انا رايي احترامي الشديد لان البقره دي هتعمل مشكله ووش، انا رايي ان الراجل ده نعوضه ونديله فلوس ونذبح البقره دي علشان نخلص من الناس المغيبين دي. ده احنا امه مغيبه، ده مش معقول يا المرضى هيسيبوه يعمل ده؟ ده المرضى بيهجموا عليه لو ما جابلهمش اللبن. لبن هيعمل ايه؟ هو اللبن لبن البقره دي فيه ايه؟ ما فيهوش حاجه. انا عايز الافضل، لانه الناس هتبحث عن وسيله تانية، الافضل ان احنا نذهب الى الناس ونخاطبهم علميا وطبيا ودينيا. يعني احنا الحقيقه يعني منعزلين عن يعني حتى الازهر لو بيسمع ده يعني يخاطبوا الناس المتخصصين في العلم والطب. المرة دي يا استاذ وائل الازهر المرة دي بريء تماما، هو ما قالش ما حد الشيخ مثلا طلع وقال او مش زي بول الابل. لا ده لا او لبن الابل ده كان لا، هو بول الابل كان هو بيستند الى حديث على رسول الله عليه الصلاه والسلام اتقال في وقت معين وفي زمان معين وكان ليه كينونه معينه، مختلف تماما عن الحكايه دي. المشكله اللي بيشجع البقره دي، وده اللي خلاني كمان
ابقى متحمس ان اعمل مداخله مع حضرتك. اللي بيشجع الكلام ده ناس متعلمه. يعني هو بيقول لك الاطباء البيطريين، يعني هو في النهايه طبيب شربوا. بيطري ده شربوا اللبن كمان، ده شيء بياخد للحاجه والدته وهو ماشي ولا ده في دكتور زي ما سمعت دلوقتي خده وتعالج بيه، وناس اهو جامعيين زي اميره وزي الاستاذ بياخدوا. ده الكلام ده مش البسطاء الغير متعلمين. المشكله ان المتعلم اللي بيفهم واللي فعلا بيقيم العلم ويجله بيعمل كده، وهذه هي المشكله الكبرى. احنا ناقصين تعليم، ناقصين متغيبين تماما يا استاذ وائل. هسال تليفون اخير دكتور عبيد عبد العاطي عميد كليه الطب البيطري جامعه دمنهور. دكتور عبيد اهلا بيك. اهلا بيك يا سوائل. انا شايفك هنا اهوت بتتناقش وبتقول هناخد عينه ونحللها. هتحللها تعمل بيها ايه؟ هتكتشف ايه فيها؟ لا انا هقول لسعادتك بس عشان اكلم على حضرتك من الاول خالص. اولا الحالات دي انا شفتها كتير جدا، ودي يمكن الحاله 75. الحاله دي بتبقى نتيجه يا اما كذا حاجه. اول حاجه ساعات بيحصل ورم في الجزء الامامي من الغده النخاميه، وبزود افراز هرمون البرولاكتين. تمام؟ هرمون البروكتين ده بيعمل ايه؟ بيساعد على تكوين الضرح وزياده افراز اللبن. النظريه الثانيه لتكوين برضه نفس الناس لهذه الظاهره في العجلات التي لم تحمل من قبل، ان ساعات بيبقى عندي في حاجات على المبيض في جسم اسمه الجسم الابيض، او بيبقى فيه اللي هو ده بيبقى ناتج من نواتج اللي بيطلع منه. ما انت حضرتك شرحت ده في التقارير، انك بتقول انه مش انه عشان اللبن نزل من البقره مع انها ازاي نزل مع انها ما عشرتش. تمام. طيب لكن بقى حكايه بقى انه بيشفي، ما هو الاطباء البيطريين عندك هم اللي بيقولوا للناس. لا 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 يا سوائل، ده انا امبارح وقفت معاهم كتير جدا اطلاقا ولا له اي اسم الصحه. انا امبارح قلت لهم شعوذه، قلت لهم كان عندنا واحده زيها في الدلنجات، والناس قعدوا يقولوا ده بتشفي من فيروس سي ومن الاورام ومن. طب يا جماعه الكلام ده غير صح تماما. يا عم محمد مش انت بتقول الاطباء؟ عم محمد فوق ده، عم محمد وطى التلفزيون. يا عم محمد شربوا يا باشا. الدكتور عبيد اهو بيقول لك الاطباء ما بيقولوش يا باشا، والدكتور اللي بيكلمك الجامعي ده يا باشا بيقول لي اشربوا، لما هو عارف مضر ازاي انا اشربه؟ يعني ما قلت لي اشربوا، قلت لك اشربوا مش انت. كلكم دجالين، الدكاتره كلها نصابين. محمد ابو النط انا ما يلزمني شيء، انا امسك البدله اتضحى ما يلزمنيش شيء. انا عشان تمشي فيه ودكتور الصحه يجي يقول لي اديني تحليل وياخذوا ليه، ودكتور البشري يقول لي اديني تحليل وياخذوا ليه، تمشي فيه. انت بتخدم الدكاتره الطبيعيه، انما عشان انا كده اتضحي. طب يا دكتور عبيد، انتوا واضح انتوا اللي بتتورطوا في لا نصيحه الناس بده، وانت متعلم يعني ويعني بعد اذنك يا سوائل طبيب. بعد اذنك يا سوائل، الطبيب اللي قال الاول ممكن ما يكونش طبيب بيطري، ممكن انت عارف بتاع المهنه الطب البيطري في دخول على كتير جدا، ممكن واحد لابس قميص وبنطلونه. لا والدكتور حسن زغلول بيقول لهم انها بتشفي. لا 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 لا، ممكن ما يكونش طبيب خالص ما يجيبش اسمه. انا لما رحت له امبارح قلت له بقى اللبن ده لا يشفي ولا يسمن ولا يغني من جوع ولا يشفي اي امراض، وقلت له الكلام ده وسجل عندك كذا، اسال الاستاذه شيماء وقدام عم محمد. قلت له عم محمد كويس وراجل محترم انك قلت كده، لان اللبن ده ما يشفيش اي مرض نهائي. وانا واقف امبارح في ست بتقول لي ده انا صحيت من فيروس سي، قلت لها يا ست حرام عليك يا ربنا، انا هنعمل تاني زي ناديه فيروس سي يا جماعه؟ بس احنا هنخدع الناس، نلغي بقى نلغي كليات الطب ونلغي لا 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 يا سؤال، ده انا امبارح قلت له كده، قلت له ده لو حصل كده مش عاوزه وجدل. امبارح قلت له زعل مني لما قلت له فاكر الشيخه ناديه بتاع اسكندريه لما قعد بقى له بتشفي وتسمع الكلام ده كله دجل كلته وشعوذه، ولما قلت له كده زعل مني. عم محمد لما قلت له دجل وشعوذه زعل مني. ده هو الراجل بيزعق في الناس وبيقول لهم اللبن ده عادي ما لا بيشفي ولا حاجه يعني كده، وانا قلت الناس كده كلها. طيب يا عم محمد هاخد منك تعليق اخير قبل ما انهي النقاش. عم محمد فوده، هتعمل ايه الوقت انت في البقره؟ الناس كل يوم هتجيلك عايزين لبن. اتفضل يا باشا.
هتعمل ايه الوقت الناس كل يوم هتجيلك عايزين لبن علشان يشفيهم؟ هو ماشي يا باشا من هنا الدكتور اللي بيكلمك دي والإدارة دي لدرجة ضربوا بعض بالسكاكين عشان يعملوا جريمة قدام بيتي عشان انا منع اللبن لما الدكتور ده قال لي منحته قالوا لي هنصوروا لك جريمة هنا ان ما طلعتش اللبن حكموا علي وقمت وبابي مكفول قمت الحج وقلت لها قومي لبن هيصوروا جريمة وقتلوا بعض هنا يعني توصل لكده لو ما جبتلاش لبن هذا هو ما ماشي هنستخدم السكاكين تهديد يعني. عم محمد فودة بتوجه لك بالشكر. دكتور هشام الخياط ألف شكر. دكتور عبيد عبد العاطي ألف شكر. أميرة حمودة الطالبة الجامعية اللي بتقول إنها تعالجت بيه ألف شكر. عم سيد اللي بيقول إنه تعالج بيه ألف شكر. يا جماعة العلاج مع الطب ومع العلم ومع العقل لا يمكن أبدا اللجوء لهذه الوسائل وهذه الأساليب المنتشرة للأسف الشديد في كل محافظات مصر. احنا بدأنا بيها الحلقة لأنه ازاي هنتقدم إلى الأمام يعني شوفوا العالم مشغول بأنه كيف يجد علاجا للسرطان وكيف يجد علاجا للأمراض التي لا علاج لها وكيف يمكن أن يصلوا إلى العلم بشكل أكبر والاكتشافات والاختراعات بشكل أفضل وإحنا قاعدين مشغولين بلبن بقرة هيشفي ولا ما يشفيش لأنه هنتقدم إزاي وعقلية الناس بهذا الشكل ما نستهنش بالناس ولا نهنهم علينا أن نناقشهم يعني نفس الكلام موجود